كلموني اكتر على الحميميه اللي في جمهور العرض، شابو في المسرح والتفاعل مع الناس، يعني دي تجارب. وخليني اوجه تحيه لمركز الابداع الفني لكل الدعم اللي بيقدمه للناس. الحقيقه حاجه كده من الحاجات المضيئه عندنا. طبعا. استاذ خالد جلال بس برضه يعني لازم نوجه له التحيه الكبيره جدا. اعظم واحلى تحيه لخالد جلال. اكيد 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 لأنه هو اللي دعم الموضوع بشكل قوي جدا. احنا الفكرة اصلا يعني فكرة مسرح مركز الابداع هو الجمهور قريب جدا من الستيج، فاحنا طول الوقت احنا بنبقى حاسين ان الجمهور معانا في اي حاجة بتحصل في الصالة، هي يعني معانا على المسرح. يعني اي مثلا طفل بيعيط تلاقيك بتسكت عشان تستنى يسكت مثلا. اه حقيقي. يعني مثلا قبل كده كنت في المشهد اللي هو اللي بيني وبين الحان، كنت قاعد بنعزف وبتاع وهو بيتكلم عن الفن الجميل وبتاع، ففي واحد من الجمهور انفعل قوي، لقيته قايم بايس راسي وقال الله مطبطب عليا وبتاع. صعبت عليه انا مش متخيل ان في اول مره عجبه الغنى والعزف فقام حضني على المسرح. يعني موضوع التفاعل مباشر زياده عن اللزوم. دي خبره. تلاقي الجمهور كمان بيكومنت على الموضوع. يعني في موقف حصل معايا برضو، انا في جزء في المسرحيه بعمل حاجة مش لطيفة كده، أنا دوري في المسرحية إن أنا نجم وضارب الدنيا طبنجة ومش عارف إيه وبتاع. ففي جزء كده معانا أستاذ عادل الحسيني ممثل بيعمل شخصية أمين في المسرحية، فأنا بظلمه بشكل ما كده، بظلمه وبخليه ما يمثلش. هو ممثل قديم جدا بس ما خدش فرصته، فبيجي هيجرب ياخد الفرصة، فأنا كنجم بنفسن عليه كده اللي هو أنا مش عايزه يعني أو ما شايفه هينور أو هياخد اللقطة مني وبتاع، فبتضايق. فالمخرج ايه بيقوم قايل لا خلاص خلاص ويمشيه من الدور وبتاع، ويقول هنبقى نجيب حد تاني. فانا برجع اقعد مكاني، فطبعا الجمهور قريب قوي ما بيننا بطريقه، يعني بيني وبين في ست لطيفه كبيره طيبه كده قاعده بيني وبينها 50 سنتي. فانا راجع فايتها بتبص لي، انا يعني لمحها قدامي بالظبط، فانا بقعد بيني وبينها 50 سنتي بالظبط، لقيتها بتقول لي ليه كده يا ابني؟ ليه كده يا حبيبي؟ وجعت قلبي والله. مستنيه يرد. انا ساكت وقاعده بصالي انت عايز تكمل. عايز انا ساكت بقى خلاص وبتاع وفي جوه الشخصيه وماسك البتاع ومش عارف ايه. يا ابني حرام يا ابني. يا حاج والله انا طيب اصلا، ده اخويا وصاحبي. فين الضحك يا حبيبي؟ ما في ضحك يا صاحبي، احنا لسه في تاني جمله. في ممكن نكمل قرايه بعد كده نتناقش؟ نتناقش في ايه؟ واحد بيكح والتانيه مجروحه، فتحة مسرحية كوميدي تبقى مأساة بالشكل ده مش ممكن. طب معلش يا استاذ شادي، تعالى نقرا شوية يعني يمكن الدنيا تحلو بعد كده. هو كان في قبل كده يا حازم، ده لسه في الوصف. يا عدو قلت لك ايه؟ هتاخده على حجرك؟ هيشدني معاك. اوام. حاضر ماشي. ايه ده؟ طب وانا يا استاذ عايزني اجيب الشخصية من اي منطقة كده؟ هاتيها من الهرم. فاكرة الفيلم بتاع اختصاص فتاة في شارع الهرم؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.